يقول لك الرئيس رأي يهبط الجزئيات. أنا الجزئيات تهمني، لأن يهمني المواطن البسيط، ما تدخلش في بالي. أنتم ما شفتوا بالك شاب في وهران في بير الجير سي البشير عفوا، كان افتح عليه ربي، لقى أونقار صغير بدا يربي فيه البقري حشاكم وينتج الحليب. إيش قالوا له عندك يومين باش تخرج، بغينا نحطموا هاد لونكار. احمد ربي اللي صار منصب شغل ليه ويخدم ربما الناس قران معاه وينتج، ما هوش منصب شغل طفيلي. ما قلت لكش ما تطبقش القانون. لما تكلمت مع والي الوهران قال لي راهم يقولوا باللي في المنطقة الصناعية. صح المنطقة الصناعية ما هيش في لاحية، متفقين، ولكن الشاب هذا واش ذنبه؟ ما عطيته الشغل، دبر شغل وحده، بغيت تخرجوا خرجوا، ولكن خرجوا أعطيه مكان وين يمشي ينتج. تهدم سهل، البناء هو اللي صعيب. وهلما جر من أمثلة، هلما جر.